انا بجهز الامتحان اللي انا عايزها كده. انا بدي ملي معين بوصل له او تخانه معينه حسب الوزن. بص على دي دلوقتي هي طبعا ايه بترفعها. ممكن تعمله له اقل جرام عندك خالص؟ اقل جرام لو عايز الاسم جرام هعمله. بس طبعا الاسم كل ما بيبقى يعني تقيل شويه بيبقى بيطلع احسن. اللي استعمل عليها تمام. انا بحوله لعيار 18 بيتضاف له فضه ونحاس. طب كده مش خساره؟ لا ما هو انا بقى هي نفس النسب. دي نسب معينه. ده عيار 21 تمام. انا بشتغل شغل 18 فبضطر ان انا احط له حاجه اسمها تحييفه. نحاس وفضه بنسبه. بنسبه مش بحط كده بمزاجي. لا بنسب معينه. تمام. الدشني بيتعمل هنا برضو؟ الايه؟ الدشني. الدشني اللي هو تحديد العيار. الششني. لا الششني عند الششنجيه تحت. الششني في ششنجيه كتير قوي تحت زي ايمن حلمي زي جلال الششنجي زي الشيخ فرج. دول الششني. تمام كده بنحطها دي. بوتقه. ده بيعاد بقى تصنيعه من جديد. انتوا اللي بتصنعوه برضه؟ احنا كده بنبتدي نجهز كبدايه تسيح الذهب وبعد كده نشوف احنا هنعمل. بتساعد على تسليح الذهب. تمام. بس عايز اتفرج عشان اوريك الذهب وهو طالع زي الميه بالظبط. يعني بيحاول يبقى سائل. يبقى سائل زي الميه بالظبط. واضح معاك؟ طبعا بقلب كده عشان الذهب كله يختلط بالنحاس والفضه يبقى ايه عيار واحد. تمام. كده انا فضيت الذهب خلاص. كده دي بقت سديكي الدهن. سديكي انا لسه بقى دي ميه عاديه بتحطها؟ لا دي ميه نار. وبعد تشطفها بميه عاديه. وادي السديكه اهي امسكيها بايدك وصوريها. معلش. دي كده سديكه مجهزه ان هي اشتغل انا بيها لسه اصنعها.